اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. زي ما قلت لكم، الانسان هيفضل يتعلم لحد اخر لحظه في حياته. انا واحد من الناس لسه بتعلم. انا بسمع حاجات النهارده من دكتور سامي يمكن اول مره في حياتي بسمعها، فكلنا بنتعلم. دكتور سامي، لو اقول لك دلوقتي النادي الاهلي مجموعه مبادئ واسس، وزي ما انت قلت جيل بيسلم جيل بيسلم جيل بيسلم بيسلم جيل، هذه المنظومة الرياضية بصفة عامة لازم يبقى فيها ناس متخصصة في الجزئية دي؟ يعني النادي الأهلي تراكمات. كابتن مصطفى، معد البرنامج بتاع حضرتك لما كلمني عشان يرتب معايا، قلت له استأذن الكابتن مصطفى نعمل للحلقة دي شعار. نعم. أو للحوار اللي بيننا. ليش؟ هقول لك. مبسوط يا وسي؟ طلعني أنا كده منظري وحش؟ ماشي. كابتن مصطفى، ايه هي الشعارات يا دكتور؟ الشعار: الاحتراف وحده يصنع الاختلاف. الاحتراف يصنع مع الاختلاف. مع الاختلاف بمعنى ايه؟ عايز اقول مفاجاه ليك كابتن مصطفى. نعم. المحترف مؤمن. تقول لي ازاي يعني ايه محترف مؤمن؟ المحترف يعرف حدوده. المحترف لا يكذب. المحترف يتقن عمله. وبالتالي لو كل، على فكرة، كل مجالات الحياة محتاجة الاحتراف، إنما يزداد الأمر أكثر في المجال الإعلام الرياضي. في الإعلام الرياضي بس ولا في الرياضة؟ في صناعة الرياضة بصفة عامة. أما الرياضة بقت صناعة على مستوى العالم. كابتن مصطفى، ربنا قال في القرآن إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وأعدوا لهم. ربنا أمرنا بالإعداد يا كابتن مصطفى. طبعًا. كيف تعد لاعب لكي يكون محترفا؟ كيف تعد مدربا؟ بتأهله، كلها مؤهلات. احتراف يا كابتن مصطفى. ايوه. هقول حاجه اعتقد انها متداوله ومعروفه وما بضيفش فيها جديد. محمد صلاح اشتغل على نفسه جامد قوي. طبعا احترف. طبعًا. يعني احترف. احترف فاعترف. اعترف بايه؟ انه لا يجيد اللغه الانجليزيه فتعلمها. نعم. احترف فاعترف أن بنيانه الجسماني يحتاج إلى إعادة بناء. نعم. فأعيد بناء تكوين الجسماني. مش عايزة كلام. احترف كيف يتحدث حتى مع الإعلام. خد بالك، صلاح ذكي جدا في حواراته. اتعلم فرنساوي وتعلم إيطالي وتعلم كل حاجة. ليه؟ قرر أن يكون محترفا. وما دمت عايز تبقى محترف، يبقى لابد أن تعترف بنقاط قوتك وتقويها وتعلمها. هسأل حضرتك سؤال، ومعلش لو بنقلك نقله كده. لا 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 لا، بالعكس. هو كم محلل رياضي عندنا في مصر تعلم مهنه واحترف مهنه التحليل؟ ولا واحد. تبقى عايز للاسف الواحد بيقول وانا حزين. عظيم. ممكن الناس تزعل مني لا، وانا هقولها وممكن حد يهاجمني. انا بعد بلاش بقى. طب بلاش المحللين، معلق الرياضه، معلق الماتشات. دخلت على الوتر يا دكتور سامي. يا كابتن مصطفى، أنا أحياناً بحس إن المعلق بيوصف ماتش غير اللي بنشوفه. طبعاً. خلاص؟ اتنين، هو لازم حد أجبرك إنك تنطق اسم باللغة الإنجليزية أو تنطق مصطلح باللغة الإنجليزية؟ لا طبعاً. ليه؟ ليه ما أنا مش عارف أقول كلمة سوبر ما تقولش سوبر؟ سوبر. مش لازم يا فندم، يعني عايز أقول إيه؟ المحترف بيعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه. مش عاوزة كلام. أنا بسأل سؤال، أنا والله العظيم بعد ساعات بتفرج على تحليل مباريات، ولاني اقول لك ايه، مش عايز اقول هل انا يعني فوجئت ولا فوجعت ولا سعدت بان ابني من الاوائل على السوربون في الحقوق، وواخد درجات عاليه جدا في القانون، ولكنه من حوالي تقريبا دلوقتي يمكن دي سادس سنه جالي قال لي: بابا انا قررت. قلت له: في حد يقول لابونا قررت؟ خد رايي. قال لي: انا قررت ونفذت. قررت ايه يا ابني؟ قال لي: قررت ابقى فوتبول كوتش. فوتبول كوتش؟ فقلت له السؤال الاولاني. اتخضيت انت. بقول له: بس انت يا ابني ما لمستش الكوره. هو قال لي: ما معناه يا في كذا، بس من غير ما يقول لي يعني مين قال لك ان الكوتش لازم يكون لاعب كوره؟ قلت له: يعني ايه؟ قال لي: هو مورينو لعب كوره؟ ما لعبش. قلت له: امال ايه؟ رئيس الاتحاد الدولي ما لعبش كوره؟ قال لي: بص يا بابا، مدرب الكوتش
اسمح لي بقى الحته دي. واحد اداره، قياده، شخصيه، علم نفس، موهبه، تاكتكس. لازم يكون دارس الكلام ده كله. قلت له طب كمل كده. قال لي هقول لك حاجه. قلت له قال لي ليه انا بتعلم الماني؟ قلت له اشمعنى؟ قال لي انجلترا رغم انها مهد الكره بس دوله عجوزه في التدريب. بينما المانيا، بصوا، قال لي مدرب المنتخب الالماني يا بابا عنده كام سنه؟ اللي هو اسمه لوكا على ما اظن. قلت له كام؟ قال لي 39 سنه. مستقبل التدريب في المانيا. طب ليه يا نعمان؟ قال لي السبب جديد. قال لي الاكاديميات التدريبيه. انا بقى بسال حضرتك سؤال، هل في بلدنا اكاديميه علميه عالميه محترفه في اخراج، مش بلاش مدربين، اخراج لعيبه كوره؟ لا طبعا مفيش. حتى الاكاديميات دي سبوبه بالنسبه للناس كلها. كابتن مصطفى انا اعرف اباء بيقولوا لي انهم بيدفعوا فلوس يا عيني عشان بس ابنه يخش يلعب كوره مع انه لا موهوب ولا محترف. دكتور سامي انا في اولياء امور بيتكلمني بتقول لي احنا ابننا بيلعب في احد الانديه وبيجي مدرب ومدرب بتاعه بيدربه وبيمشي، في مدرب يقول لا انا عاوز اديله كورس زياده بره بس هتدفعه في الشهر 5000 او 7000 جنيه وهتشوفه الفرق بين ايه. عوره الولد، بطل وهو سنه لسه 17 سنه. ما انا هكمل لك. ففي يوم اللي خلاني بقى اؤمن بفكره العلم حقيقي وان ابني ده فعلا ماشي صح، كانت مصر بتلعب حاجه في الكاس افريقيا وفاضل حوالي 17 18 دقيقه، فجأة قال لي بابا انا عارف انك وطني قوي وبتزعل قوي لما مصر تتغلب، ممكن اقول لك حاجه عشان امهدك من دلوقتي؟ قلت له في ايه يا نعمان؟ بس قال لي مصر مش هتكسب. قلت له ليه يا بوز الفقر بس بتقول كده ليه؟ قال لي ثانيه واحده. فتح لي جهاز يا كابتن مصطفى، قال لي تعالى لما فرقه تعمل 180 باصه 140 لورا و20 بالعرض امتى تجيب جون؟ لسه بقى اللي جاي. قال لي لما الديفندر يكون جري على مدار، ده محل الاداء كمان. ما هو مصطفى ما هو خد الويفا ايه دلوقتي؟ لا احنا عندنا بناخد بتاعت الاتحاد الافريقي والمصري بتاعت الاساسيه وبخلص بيعتبر نفسه مدرب. مثال، انا تفائلت خير لما اتعمل مشروع الكابيتانو. تفائلت بيه خير، لكن بسال سؤال، يا ترى الهيد الراس الكبيره اللي بيدير هذا المشروع ما هي مؤهلاتها لكي تختار القائمين على التدريب ومن ثم اختيار اللعيبه؟ انت بتعلم ناشئ ازاي كل حاجه من كيف ياكل يا كابتن مصطفى؟ ما ده من حته الاحتراف. الاحتراف عشان كده بقول لك حلقتنا بحكم ان انا قاعد مع لاعب كوره نجم من نجومها، لا تعالى اتمنى ندعو ان يبقى شعارنا فعلا من غير احتراف لن يحدث اختلاف. ما هي اصلها سلوكيات كمان يا دكتور. قيم يا كابتن مصطفى. قيم وعايز اقول ايه وتقاليد. كابتن مصطفى انت عمرك سمعت عن لعيب بره خرج يتعشى في الويك اند مع عيلته؟ يعني ايه يا فندم؟ ده بيتخصم من مرتبه ويعاقب طبعا لانه خارج المنظومه. هو شغال في النادي في مهنته بالظبط كده وبياخد مقابلها. يبقى بنام بتاخد مقابل يا حبيبي؟ لا، لازم تلتزم بمبادئي وقواعدي. فعشان كده بقول لك المنظومه الرياضيه بصفه عامه في مصر تحتاج هي ما فيش اصلا في منظومه رياضيه. طيب خلينا نتكلم باستثناء لعبه او لعبتين او لعبتين بالظبط كده. ومن ثم كيف ليه بترفع طموحاتي كمواطن انك تقدر تحصل على بطولات وانت لا تملك اساسيات اعداد ابطالها؟ طيب انا معايا الاستاذه منى الحديدي. استاذه بجامعه اعلام عضو مجلس الاعلى للجامعات للتنظيم الاعلامي. التنظيم الاعلامي مظبوط. برضو احنا ما اتكلمنا معاها بتاعتك. لا ده انا لازم لدرجه ان في حاجه بقى بيقولوا لي دلوقتي في الاعداد ان هم جم يسجلوا فدكتوره ثريا ما كانتش عاوزه تتكلم قبل الدكتوره منى، قالت الدكتوره منى هي اللي تطلع الاول. ما هو ده برضو احترام التلميذ لاستاذه. يا سلام. يعني عايز اقول لك على حاجه، انا الدكتوره ثريا مع انه المفروض ما اقولش كده لكن لازم اقول، يعني
لما بقيت عميدة الآن، مجرد ما بقى عند الطرقة بتاعت مكتبها ليه طلع في طريق ما اقدرش. ما هو ده احترام بقى اللي انت قلت عليه بالظبط، اتعلمنا من اساتذتنا بالظبط. جيل بيورث جيل. احنا زي ما كنا نشوف المدرس واحنا في الشارع كنا نشوفه نجري. مظبوط. نشوف اهالينا كنا نجري. دي حقيقه. دي حقيقة. احنا دكتور سامي معلش مع احترامي، احنا ما حدش ربانا. احنا المجتمع المصري هو اللي ربى نفسه. منظومه القيم في المجتمع كانت فرض وجودها علينا. بالظبط. مظبوط. هنشوف الدكتوره منى الحديدي بتقول ايه.